يعني خلينا نعرف هذه الحالة الفنية كمهرجان يقام لأول مرة في أول دورة، مدينة جديدة بهذا الجمال. أروح للناقدة الفنية دعاء حلمي. مساء الخير يا دعاء. مساء الفل على كل المستمعين وعلى حضرتك طبعا. شوفي، على طول الواحد عنده بهجة أول ما بنتكلم عن الفن والعالمين، تحسي إن إحنا كمان يعني عندنا نفس البهجة. قولي لي دعاء، بالنسبة للمهرجان اللي بتنطلق الدورة بتاعته 50 يوم من الفعاليات المتنوعة، قدمي لي كده يعني، قولي لي الأول رأيك في إنه 50 يوم بفعاليات لأول دورة، تشوفيها إزاي؟ اشوفها ان في تسليط ضوء، ان زي ما كنا بنشوف مهرجانات بتقام في دول كتير ودول حوالينا في المنطقه، فكره مهرجان التسوق، فكره مهرجان السياحه، ان يبقى عندنا ده في مصر بشكل زي ما حضرتك بتقولي لمده 50 يوم متكامله. ده تسليط، مش بس تسليط ضوء، لا ده كشاف نور كده بيقول للناس احنا موجودين على الخريطه العالميه وخريطه السياحه، ومنطقه ما هياش مجرد ان احنا بلاج ولا بحر ولا منظر حلو، لا احنا منطقة حضارية، لأن منطقة العالمين شاء من شاء وأبى من أبى لها جذور تاريخية طبعا. فيها لا يقل عن 30,000 ضحية موجودين في مقابر العالمين طبعا والكومنولث ومتحف العالمين، فبالتالي المنطقة الحضارية ذات هذه الجذور كانت محتاجة تسليط الضوء، كانت محتاجة تقول إحنا موجودين، إحنا عندنا جو مش موجود في أي حتة في المنطقة في العالم، عندنا بحر المفروض ان هو يعني بيطل عليه كل دول اوروبا، فبالتالي انا ليا منطقه جغرافيه سياحيه حضاريه تاريخيه، البقعه دي كانت محتاجه كشاف النور ده. فشكرا لكل القائمين اللي اول حد حط طوبه في هذا المكان وسلط عليه الضوء وقال ده هيبقى، يعني من 5 سنين احنا ما كناش مصدقين، يعني هو ده ما كناش مصدقين النهائي، او احنا لسه على فكره لسه ما وصلناش للشكل النهائي. طبعا كمان 5 سنين هيبقى منطقه العالمين دي عامله ازاي؟ اكيد انا كمان بتفق معاكي جدا، وبقول دي كانت منطقه كمان فيها الغام، فانت حولتي من ساحه كانت ذكرى للحروب وبقايا الحروب زي الالغام، حولتيها لمنطقه فنيه، ولما تبقى فنيه يعني معناها تعمير وسلام وامن وامان، فشوفي السنين بتتبدل ازاي. طيب خليني اروح للجدول الفني اللي قدم فيه المهرجان. المهرجان قدم مجموعة من الأصوات المختلفة، مجموعة من النوعيات المختلفة، ما بين الطرب، ما بين الشبابي، ما بين كمان نوستالجيا، مهرجان الدراما كان موجود، فعاليات كمان كانت موجودة فنية ورياضية وسياحية. شفتي التنوع ده ازاي؟ التنوع مش بس انا بخاطب كل الاذواق وبخاطب كل انواع الجمهور، زي ما حضرتك قلتي فكره التنوع، لا انا كمان بقول انا عندي قوه ناعمه بجد، ما هياش قوه ناعمه مجرد ان انا، لا انا ست يعني بقوم بضخ الفن للوطن العربي بقالي 100 سنه، فبالتالي طبيعي جدا يبقى فيها فئات عمريه مختلفه، يبقى في اذواق مختلفه، يبقى بس كلهم بيشتركوا في حاجه واحده، الموهبه او التالنت، وهو ده الحقيقه ان احنا بنتميز بيه طول عمرنا، لانه من ايام الفراعنه الموهبه موجوده عندنا طبعا، فبالتالي ما شيء مش غريب ومش حدث نقدر نقول احنا عندنا مواهب، لا المواهب دي موجوده من سنين، بس الفكره ان انا قررت اسلط الضوء على على المنطقه دي وابرز مواهبي دي وبالتالي اجذب العين ليها، وده اللي حصل في ان انا سرقت البساط من مهرجانات كتير او من احداث فنيه بتحصل في الوطن الطبيعي ان مصر. طب انا هنا عايزه اسالك سؤال برضو، هي مصدر قوه ناعمه وده مش شيفونيه، لا ده اقرار واقع، اقرار واقع ده اكيد، يعني مش جديد على مصر يا دعاء، يعني احنا عن نفسها طبعا كان شيء بديهي يعني، فبالتالي الانكم اللي حصل او رد الفعل من الجمهور العادي ومن الناس اللي قاعده في البيت بتتفرج وحاله البهجه والسعاده اللي لسه المراسل كان بيتكلم عنها، هو ده الهدف من مهرجان العالمين، ان احنا نحارب اي احاسيس سلبيه، اي ان صحيح. من نفس المنطقه اللي هي كانت ممكن تبقى شعله نار، اللي هي فكره القنابل اللي كانت مزروعه في الارض الطاهره دي، اني احولها لمنطقه بتشع بهجه وسعاده. شوفي سبحان الله قلبت الشعور ازاي. طبعا بصي يا دعاء، هي كمان الانشطه الفنيه حقيقي كانت، ومش أكيد. بس الانشطه الفنيه الحقيقه، الانشطه الرياضيه الحقيقه، الدكتور اشرف وزير الرياضه مشكور جدا 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 على كم الانرجي الهايله اللي حصلت من الرياضات المائيه ومن السبورتس المختلفه،
ادت سلط الضوء كمان على الروح الايجابيه اللي موجوده في الشعب المصري اللي هو بيمارس الرياضه بشكل تلقائي وبشكل طبيعي، فقدر يسلط الضوء على ده. فالحقيقي ان حي فيستيفال هو مش مجرد مهرجان او مناسبه، لا هو احتفاليه كده بنقول احنا موجودين، لان احنا طول عمرنا موجودين، بس كل الحكايه بنقول لا تعالوا بقى، يعني مش طبعاً. بس موجودين، لا اتفضلوا تعالوا عشان فكره جذب الاستثمار وجذب العين للمنطقه دي. اكيد انا بتفق معاكي في كل الكلام اللي قلتيه، وده مش جديد على مصر. احنا يعني مصر يعني مش جديد عليها ابدا وجود الفن طول الوقت على مدى التاريخ وعلى مدى السنين، مهرجانات كتير، لكن الاجمل انك بتقدمي مدينه من مدنك السياحيه الجديده وبتعلني فيها اسم العالم عالمين واسم جديد، وبتقدمي نفسك كمان، يعني بتقولي انا بعمر وبحدث وبعمل ومعايا كمان الفن والفنون كلها. انا بشكرك جدا الناقده الفنيه دعاء حلمي، بشكرك جدا، وهيفضل مهرجان العالمين اكيد علامه، يعني بعتقد انه السنه الجايه هيكون نفس الحماس اكيد موجود، لكن اكيد هيكون في تفاصيل مختلفه.